مشيتين على فوق 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 هذه ثاني مشاركه كانت اول مشاركه كانت مهرجان اللي كان ديال نور الدين الخماري اللي هو ما يمكن مراكب جو بونس وهذه المره الثانيه وكما كتشوفوا الجمهور واسع وعريض ما شاء الله. اول دوره كنتي كتوقعها صراحه تفاجات بالمستوى التقني والفني وحتى المستوى لي زافيش ولا لا برومو ولا لا بريس اللي عطاهم الصحه برافو فعلا مهرجان واعر بزاف. غنضحكوا شويه ولكن شو سبحان الله العظيم اللي ربح في كوميديا كيعطيوه 10 مليون اللي ربح في لاله العروسه كيعطيوه دار ورحله لتركيا مسابقه ديال ماستر شيف ديال المرقه 50 مليون واللي ربح في مسابقه ديال تجويد القران هنيئا لك بهذا التسبيح وهنيئا لك بهذه الصلايه. رمضان كتفرج تتعيا في السلسلة ما كاينش حس الضحك حتى السؤال ديال الحلقة هو اللي كنضحكوا فيه شوية. شكون اللي ولدات في الحلقة ديال اليوم واش أ سعاد ولا ب بوشعيب؟ وكتلقى بنادم بغيت نصيفط سعاد ولكن بوشعيب كرشو كانت خارجة في ديك الحلقة. الناس باش دير إشهار ديال مسكة كتفركع لك طيارة كتبان لك الطيارة غادا في السماء كتفركع في البحر كيطيح لك الراجل في الرملة كلوريكس مسكة ديال 10 طلق على الاشارات ديالنا كتوقف عليك وحده بلا حيه بلا حشمه خويا كي كدير تاكل الفرماج كنخشي في ليفي. شو سبحان الله العظيم برامج كيديرين عند الناس انا ما كاينش اللي سالي معايا قد واحد الاشهار قال لك لي نحارب الرشوه عجبني الحال قلت مزيان داروا لينا رقم نحاربوا به الرشوه. النمره اللي عاطين فيها 16 رقم ما تجي فين تعيط تيكون هذاك اللي شد الرشوه مخيم في الفنيضه. كاينش اللي كيعجبني في الادب والصواب قلت لبنانيين شوف دابا مرت اللبناني الا كانت كطيب وحرقتها عاد الصبع الصغير وجات عاد راجلها قالت لي حركت صبعي الصغير عن جد انا غيران منها النار هذه هي مو قصدها تحرقها الاصابع هي بدها تذوق طعم الاصابع اللي بتحضر كل هالاكلات الشهيه. هاجي عندنا احنا المراه كتحرق دراعها لهنا وتجي عاد الراجل المعطر انا حرقت يدي مازال بوختو في العذاب ديال جهنم مع بلاتي هذوك عند نوبي فين ما كان شي سحور تلخجيه ليا الناس زوينين الا تقطع الضا وهو الاخر كينقز الراجل. لا تخافوا حبايبي راح تيجي الكهرباء حبيبتي وين هالشمع الحمر تبع سهرتي امبارح اجي عندنا احنا فاش كيتقطع الضا وتعالى تفرج قول واش هاد الشيران ولا احنا صافي ما خلصتيش نوض غتجلس على خوك فوق السداري واحد كيخلع في خوه